طفلي عصبي، طفلي عنيد، طفلي مش عارفة أنا إيش أنا أعمل معه. هاد الموضوع بشغل جميع الأمهات، أنا وإنتو كلنا. إحنا دائما نحكي طفلنا أحيانا بصرخ، عصبي، عنيد، بدي أعرف كيف أنا أتعامل معك، وبدي أسيطر عليه، كيف بدي أضبط انفعالاته. طبعا هاي المشكلة بتواجه جميع الأمهات، وأحيانا الأم بتشعر بالخجل، بالأخص في الأماكن العامة، بالزيارات، في المناسبات، بغض النظر. طبعا هون الطفل بكون بحالة عصبية، صراخ، بكاء مستمر، وإلى غير ذلك. طبعا الأم بتحاول إنها تهدي وتحكي معه، لكن الطفل ما بيسمع ولا أي كلمة، فقط مستمر على عصبيته، على عناده، على صراخه، وأيضا على بكاء. وهلأ بدنا نتعرف على أهم الأسباب اللي بتخلي طفلنا عصبي وعنيد. في هناك سببين رئيسيين، إما يكون أسباب عضوية أو أسباب نفسية واجتماعية وتربوية. الأسباب العضوية، لوجود هذا السبب عند الطفل، طبعا ناخد الطفل على طبيب مختص ونشخص الحالة، وبناء عليها يتم معالجته. طبعا يجب أنه نتأكد خلو الطفل من الأمراض العضوية قبل اللجوء إلى الأسباب النفسية والفسيولوجية اللي بتأدي لعصبية الطفل. طبعا من أهم الأسباب العصبية العضوية لدى الطفل خلل في الغدة الدرقية، أو اضطرابات في سوء الهضم، أو مرض الصرع. لكن بالنسبة لأهم الأسباب النفسية والاجتماعية والتربوية في العصبية لدى الأطفال، أهم نقطة انعدام الحب والأمان والجو العاطفي داخل الأسرة، أيضا عدم تحقيق الرغبات المنطقية للطفل. أيضا نقطة مهمة التربية القاسية والجامدة مع الأطفال، وتتمثل بالضرب والشتم والعنف للأطفال، وعدم تقدير الطفل واحترام ذاته. أيضا التدليل المفرط للطفل، مما بولد إله عنده حب الذات. أنت بتزرع بطفل الأنانية بداخله، بيجعله أكثر عصبية إذا أنت ما حققت أقل طلب إله. أيضا التفريق في المعاملة بين الأطفال داخل الأسرة، سواء بين الذكور أو الإناث. أيضا نقطة مهمة إنه التركيز على مشاهدة الأفلام أو الرسوم المتحركة العنيفة. أيضا تعنيف المعلمين في المدرسة، مما بيجعل الطفل أكثر توترا وأكثر عصبية. لكن الطفل العصبي بيظهر عليه عدة علامات وعدة مظاهر. من أهم المظاهر العصبية عند الأطفال اللهو بالأصابع كمس الإصبع. بتلاحظوا كتير أطفال عم بمسوا إصبعهم، ممكن يكون هو إحد مظاهر العصبية عندهم. أيضا قدم الأظافر، أيضا عناد الطفل المستمر وإصراره على رأيه، ما بيقدر يتنازل عنه أبدا. عمل حركات ما بيشعر فيها الطفل، كتحريك الفم أو تحريك الرقبة أو هز الرجل بشكل متواصل. أيضا بكاء الطفل وصراخه بشكل متواصل في حالة إنك ما لبيتي له طلباته. أيضا المشاجرات والضرب مع إخوته، حتى مع أصدقائه. لكن هلأ بدنا نذكر طرق العلاج وطريقة التعامل مع الطفل العصبي. أهم نقطة أنا بالنسبة إلي إنهم يبتعدوا الأهل عن العصبية في التعامل مع الأطفال، وخصوصا في المواقف اللي تستدعي للعصبية. فالطفل بيستمد صفاته العصبية من الأهل، من البيت، إذا كان بتخلل نوع من التوتر والقلق. أيضا نوفر الحياة المستقرة والدفء والعطف والحنان للأطفالنا، وأيضا نوفر لهم الألعاب المناسبة لأطفال من نوع من الترفيه والتسلية. أيضا التخلي تام عن كافة وسائل القسوة في التعامل مع الطفل، سواء من الأهل أو من المعلمين، لأنه الضرب بيولد إله عنده نوع من العدوانية والعصبية. أيضا الابتعاد عن تدليل الطفل بكثرة. أيضا التعامل مع الأبناء جميعهم باعتدال.
أيضا من أهم أسلوب الطارق التعامل مع الطفل العصبي على الأم إنها تجلس مع طفلها حتى هو بيلعب أو بيشاهد أفلام الكرتون ليتعلم الطفل أسلوب النقاش وليس أسلوب الصراخ والعناد والعصبية. أيضا على الأم إنها تقرأ قصص خيالية إيجابية لأنها بتنمي الطاقة الإيجابية لدى الطفل. أيضا على الأم إنها تسيطر أو الأب إنه يسيطر على ألفاظه أو تصرفاته أمام الأطفال. وأيضا في حين إذا الطفل سألك سؤال عليك إنك تناقشيه، ما تقفلي الموضوع معه، لكن إذا في حال ما نفع هذه الأساليب عليك تستخدمي أسلوب العقاب. العقاب يعني إنك مش تحرميه من الأكل، لا، الحرمانه من الألعاب اللي هو بحبها أو تجلسيه في زاوية التفكير في مكان مخصص لوحده لدقائق لكي يراجع تصرفاته بنفسه. وإن شاء الله أكون اليوم أنا أفدكم بموضوع الطفل العصبي وكيفية تعامل